النار نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد احنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مرحبا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي بمادة لغتي مع درس جديد من دروس مراجعة الفصل الدراسي الثاني معكم الأستاذ خالد يعقوب من مدارس ابن خلدون فرع الياسمين. سأتكلم في هذه المراجعة عن أنواع المعارف، وأولا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين النكرة والمعرفة. النكرة يا أبنائي هو اسم يدل على شيء غير معين، مثل كلمة درس، مدينة، طالب. ويخطئ بعض الطلاب يظن أن النكرة هي اسم يدل على شيء غير مفهوم. لا، النكرة يا أبنائي هي تدل على شيء، فكلمة درس يدل على درس ولكنه غير معين، يعني درس ولكننا لا نعلم أي درس، وكذلك مدينة لا نعلم أي مدينة، وطالب أي من هؤلاء الطلاب. أما المعرفة فهي اسم يدل على شيء معين، مثل عندما نقول السعودية معروفة دولة السعودية، عمر معروف طالب اسمه عمر، وتبوك مدينة سعودية معروفة واسمها تبوك. وعلى ذلك تكون المعرفة خمسة أنواع. إذن المعرفة تنقسم إلى خمسة أنواع، أولها المعرف بأل والعلم، الضمائر، أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة. إذن مرة أخرى، المعرفة تدل على شيء معين، أما النكرة فتدل على شيء غير معين، والمعرفة تتكون من خمسة أنواع: المعرف بأل والعلم والضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. ونبدأ الآن نراجع كل نوع على حدة من أنواع المعارف بشيء من التفصيل والندب. أولا المعرف بأل. الاسم يا أبنائي إذا دخلت عليه أل التعريف، سواء هذه الأل كانت أل قمرية أو أل الشمسية، فإن الكلمة تصبح معرفة. أي كلمة تبدأ بأل سواء شمسية أو قمرية هي عبارة عن معرفة، ويسمى المعرف بأل، وهو نوع من أنواع المعارف. إذن المعرف بأل هو اسم، هو الاسم الذي في أوله التعريف، مثل المدرسة، الطالب. مثال: مدرسة، أسد، طاولة، كلها أسماء نكرة، وعند دخول التعريف عليها تصبح معارف. فالمدرسة، الأسد، الطاولة هي عبارة عن معارف. إذن مدرسة نكرة، المدرسة معرفة، أسد نكرة، الأسد معرفة، طاولة نكرة، الطاولة معرفة. كل اسم دخلت عليه أل التعريف أصبح معرفة. النوع الثاني من أنواع المعارف العلم. العلم يا أبنائي وبكل بساطة هو اسم سمي به إنسان أو حيوان أو مكان أو أي شيء آخر، يعني إنسان أو حيوان أو مكان أو أي شيء آخر أطلقنا عليه لفظة هي اسم لهذا الشيء. فمثلا إنسان اسمه خالد أو محمد أو سعيد، أو بنت اسمها هدى، ليلى، فاطمة، كلها أسماء لإنسان، وكلها هذه التي ذكرناها هي أعلام، وهي نوع من أنواع المعرفة. أو اسم لحيوان، رجل عنده حصان سريع أطلق عليه اسم سهم، يعني سمى هذا الحصان سهم، فسهم هي علم وهي نوع من أنواع المعارف. شخص آخر عنده قط أسماه بسبس، بسبس هذه أصبحت علم لهذا القط، وهي نوع من أنواع المعارف. اسم لدولة،
اسم دولة، فنقول السعودية، الأردن، مصر، الإمارات، المغرب، لبنان، البحرين، كلها أسماء لدول وهي كلها معارف. أو أي شيء آخر سمي باسم، مثلا زمزم اسم عين الماء المشهورة والموجودة في الحرم المكي الشريف، فهي أيضا علم. إذن زمزم، السعودية، سهم خالد محمد، كلها أعلام وهي نوع من أنواع المعارف، وهو النوع الثاني بعد المعرف يعني. النوع الثالث الضمائر. الضمائر هي أسماء معارف يكنى بها عن المتكلم أو الغائب أو المخاطب. وعلى ذلك تكون الضمائر يا أبنائي ثلاثة أنواع، إما ضمائر للمتكلم وهي ضميرين أنا ونحن، وأنا تستخدم للمفرد عندما يتكلم الإنسان عن نفسه فيقول أنا طالب مجتهد، وعندما يتكلم الجماعة سواء كانوا اثنين أو أكثر فنقول نحن طلاب مجتهدون، ولا يوجد المثنى لفظة خاصة بها في ضمائر المتكلم. طالبان يقولا عن نفسهما نحن طالبان مجتهدان، إذن لفظة أنا وكلمة نحن هما نوعين من أنواع الضمائر المتكلم، وهما من أنواع المعارف. النوع الثاني من الضمائر ضمائر الغائب. عندما نتكلم عن شخص غير موجود فنقول عن، إذا كان هذا الشخص هو مفرد فنقول هو طالب مجتهد، وإذا كان مفرد مؤنث نقول هي طالبة مجتهدة، وإذا كان مثنى سواء كان مذكر أو مؤنث نقول هما طالبان مجتهدان، هما طالبتان مجتهدتان. هم للغائبين، جماعة الذكور الغائبين، هم معلمون مخلصون، وهن لجماعة الإناث الغائبات فنقول هن أمهات صابرات. النوع الثالث من أنواع الضمائر ضمائر المخاطب. عندما يكون الشخص أمامنا ونريد أن نخاطبه ونوجه الكلام إلى شخص يقف أمامنا، فإذا كان مفرد مذكر يعني رجل أو طالب أمامنا فنقول أنت طالب مجتهد، وإذا كانت بنت واحدة تقف أمامنا فنقول أنت طالبة مجتهدة، وإذا كان اثنان سواء كان مذكر أو مؤنث فنقول أنتما طالبتان مجتهدتان، وإذا كانوا جماعة من الذكور أمامنا فنقول أنتم معلمون مخلصون، وإذا كانت أمامنا جماعة من الإناث فنقول أنتن أمهات صابرات. إذن الضمائر تنقسم للمتكلم أو للغائب أو للمخاطب، فجميع الضمائر هي أنا، نحن، هو، هي، هما، هم، هن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، كلها ضمائر وهي النوع الثالث من أنواع المعارف. النوع الرابع من أنواع المعارف أسماء الإشارة، وهي أسماء معارف يشار بها إلى شيء معين. عندما نريد أن نشير إلى شيء نمد إصبعنا ونقول هذا، مثلا نقول هذا ولد، وهذا ولد ذكي، وإذا كانت بنت نقول هذه بنت فاضلة، وإذا كان ولدان نقول هذان ولدان ذكيان، وإذا كانت بنتان نقول هاتان بنتان ذكيتان، وإذا جماعة سواء كانت جماعة ذكور أو إناث فنقول هؤلاء رجال مخلصون، هؤلاء أمهات مخلصات. ونوجه أبنائنا الطلاب وننبههم إلى كلمة هذا وهذه وهذان وهؤلاء، هذا هذه هذان هؤلاء تحتوي على ألف تنطق ولا تكتب، هذان، نلاحظ وجود ألف هنا في النطق وليس بالكتابة، هذه ألف في النطق وليس بالكتابة، هؤلاء ألف في النطق وليس في الكتابة. أما كلمة هاتان فإن الألف فيها فقط تلفظ وتكتب. النوع الخامس من أنواع المعارف الأسماء الموصولة، وهي أسماء معارف لا يتم معناها إلا بجملة تأتي بعدها. والأسماء الموصولة
الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، جميعها أسماء ليس لها معنى. فعندما نقول الذي لم نفهم شيئا، ماذا يقصد بكلمة الذي؟ هذه الأسماء يتبين معناها بجملة تأتي بعدها. فنقول مثلا رأيت الذي فاز بالمسابقة، رأيت التي فازت بالمسابقة، رأيت اللذان فازا بالمسابقة، رأيت اللتان فازتا بالمسابقة، رأيت الذين فازوا بالمسابقة، رأيت اللاتي فزنا بالمسابقة. كلمة اللذان واللتان واللاتي تكتب بلامين، نلاحظ لامين، اللذان اللتان اللاتي. أما كلمة الذي والذين والتي، الذي، التي، الذين، تكتب بلام واحدة عليها شدة، الذي. لذلك ينتبه الطلاب أكثر شيء كلمة اللذان واللتان، الذين واللذان، اللذان والذين. يخطئ الطالب أحيانا، يكتب اللذان بلام واحدة أو الذين بلامين، اللذان بلامين والذين تكتب بلام واحدة. إذن الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي هي أسماء موصولة، وهي جميع هذه الألفاظ من النوع الخامس من أنواع المعارف. أعرف النكرات الآتية في صفحة رقم 105 و154، أعرف النكرات الآتية بأل، ثم أدخل كل كلمة في جملة مفيدة. الكلمات هي كلمة عمل، أمانة، تعاون. عمل نضيف أل للتعريف فتصبح أحسنت العمل، أمانة أحسنت الأمانة، تعاون ممتاز التعاون. ثم نضعها في جملة، وهذا يا أبنائي نموذج للإجابة. عمل العمل، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإتقان العمل. عمل العمل، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإتقان العمل. أمانة الأمانة، يجب أن يتحلى المسلم بالأمانة، يجب أن يتحلى المسلم بالأمانة. تعاون التعاون، التعاون قوة، التعاون قوة. أذكر علما لكل مما يأتي. نقرأ الجملة ثم نأتي بالعلم المقصود من هذه الجملة. بئر في المسجد الحرام، ما اسم البئر الذي يوجد في المسجد الحرام؟ بئر مشهورة. أحسنتم، بئر زمزم، وهي نوع من أنواع المعارف. دولة خليجية، أي دولة خليجية؟ ما شاء الله، البحرين. ولو قلنا الكويت، عمان، الإمارات، السعودية، كلها من دول الخليج العربي، الدول الحبيبة على قلوبنا. شهر يصوم فيه المسلمون، في أي شهر يصوم المسلمون؟ أحسنتم، شهر رمضان، وهي نوع من أنواع العلم. عاصمة المملكة العربية السعودية، ما عاصمة المملكة؟ أحسنتم، الرياض. قبلة المسلمين، ما اسم القبلة التي نصلي إليها كل يوم، نصلي باتجاهها كل يوم؟ أحسنتم، الكعبة المشرفة. أول الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين يا أبنائهم أربع من الصحابة الكرام. من هو أول الخلفاء الراشدين؟ إنه الصحابي الجليل، أحسنتم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومع نهاية هذه الحصة، لا يسعني إلا أن أشكر
أبنائي الطلاب على حسن الاستماع وأتركهم مع لعبة جميلة من ألعاب الوورد وول. يقوم الطالب بنسخ الرابط في محرك البحث ويبدأ اللعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.